دلوقتي معاكم في الفيديو الثالث، هنبتدي نتكلم على المسائل بتاع الكونديشن. احنا بالنسبه للفلو تشارتنج، الفيديو الاولاني اتكلمنا عن ايه بروجرام، اتكلمنا عن ايه الجوريزم، اتكلمنا يعني ايه فلو تشارتنج، اتكلمنا على الحاجات دي كلها. الفيديو الثاني اتكلمنا على البروجرامز البسيطه بتاع النوع الاولاني. طيب الفيديو ده هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على البروجرامز بتاعه الكونديشن. زي ما احنا قلنا، لو انت جاي لي عندك مشكله بتقول لي يا باشمهندسه انا درجاتي اهي، بس مش عارف احسب السكور بتاعي ومش عارف احسب انا ناجح ولا لا. طبعا دي حاجه بسيطه جدا، المسائل بقى بتتعقد والمشاكل كلها بتظهر. طيب في عندك حاجه تانية ممكن تقولي يا باشمهندسه انا عندي نمبرز كتير ومش عارف اشوف انهي اللي هو اللارجست نمبر، هعرفه ازاي؟ عايز بروجرام يعمل الحاجات دي. ممكن تقولي يا باشمهندسه انا عندي رقم ومش عارف هو بيقبل القسمة على 5 ولا لا، مش عارف الرقم الاولاني بيقبل القسمة على الرقم الثاني ولا لا. دي كلها حاجات كونديشنز. ممكن تقولي عايز اشوف يعني ايا كان بقى، مش يعني هنعرض الحاجات دي كلها في الفيديو. بس عموما الكلام ده كله ايه؟ لا، كلمه لو، لو دي معناها كونديشن، اف ستيتمنت. فبالتالي لو انت عايز تعمل اي حاجه فيها كونديشن، احنا اصطلاحا هنقول ان هو النوع الثاني. احنا قسمناها بس بالانواع كاول وثاني وثالث عشان نقدر نغطي كميه برامج كتيره في الفلوت شارت في كل نوع، حاجات بسيطة وحاجات كونديشن وحاجات النوع التالت اللي احنا هنتكلم عنها بعد كده اللي هي اللوبينج والتكرار. فركز معايا وابتدي معايا وذاكر الفيديوهين اللي فاتوا الاول، بعد كده تقدر تدخل في الجزء بتاع الكونديشن، واحنا هنعرف برضو الاسئلة اللي هي بتيجي فيه. وزي ما احنا قلنا ان انت هيبقى عندك الفلوتشارت يسألك مثلا الاوتبوت بتاعه ايه، او ايه يعني البروسيس اللي هي العملية اللي بيعملها ايه. فبالتالي انت لو مش فاهم او لو بتحفظ هتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة لك. الحاجات اللي انا بقولها دي افهم لو انت اي كلية، بس نقطة الامتحان والحاجات دي فانا مش هقدر افيدك غير لو انت كلية هندسة، تمام؟ عشان بس تبقى الدنيا واضحة يعني. فانت لو اي كلية تانية تقدر تسأل الدكتور بتاعك وتتابع المحاضرات تقال فيها ايه وكده. هندسة طبعا تابع المحاضرات وكل حاجة، بس انا من خلال كلام الدكاترة ان انت هتحتاج تسأل في الام سي كيو بس. عموما فلوت شارت جزء مهم بكل انواعه، لازم تحتاج ان انت تفهمه عشان تحتاج ان انت توصف مشكلة ايا كان مجالك وايا كان الحاجة اللي انت هتحتاجه فيها بعد كده. مش طول عليكم، ننقل على طول بقى على الامثلة، وافهم معايا كل حاجة وتابع معايا، مش فاهم كلمني في اي وقت. طيب احنا دلوقتي هنيجي لمسائل النوع الثاني. احنا قلنا مسائل الاف كونديشن او الديسيجن دي هنحلها ازاي وهنتعامل معاها ازاي في الفلو تشارتنج. اما يجيلك برنامج، البرنامج ده يقولك زي ما احنا قلنا قبل كده انا عايز اديك الدرجات بتاعتي وانت تشوف انت هتنجح ولا لا. فكلمه لو معناها كونديشن. يبقى ما يجيلي مثال يقولي شوف الدرجات بتاعتك انت تعرف منها انت ناجح ولا لا، يبقى كده على طول اعرف ان انا هستعمل اف كونديشن. اما يجيلي مثال ويقولي انا هديك رقم وتشوف لي الرقم ده بيقبل القسمة على 5 ولا لا، لو بيقبل اعمل كذا، لو مش بيقبل اعمل كذا. دي يعني لو، يبقى تعرف على طول ان المثال دوت من النوع بتاع الكونديشن. اما يجيلك بيشوف يقولك شوف لي يعني بروبلم معين عندي، هل الفيرست نمبر بيقبل القسمة على السكند نمبر ولا لا، يبقى دي برضو لو، يبقى دي مسألة اف. طيب فرضا هو جابلك مجموعة ارقام وليكن يا سيدي رقمين بس، وقال لك انا عايز اشوف الماكسيمم اوف تو نمبر. طب انت لو نفس الوضع، طيب لارجست اوف 3 نمبر، لو الاقل في 3 نمبر، لو الحاجات دي كلها حاجات لو. يبقى احنا هنعرض النهارده بعض امثله تفهمك الكونديشن بتعامل معاه ازاي. اتفقنا كده؟ زي ما احنا قلنا ده جزء الشيت والكتاب في الفلوت شارتنج بالنسبة لهندسة المنصورة. اوكي طيب انت عندك اول حاجة ده بس كلام نظري بيفهمك يعني ايه كونديشن ويعني ايه اف، نفس الكلام اللي احنا قلناه، بس عشان لو حد من بره يقدر يتابع معانا. وطبعا انتوا اصلا واخدين اف ستيتمنت في كذا حاجة قبل كده، واخدين اف زين، واخدين الكلام ده كله. فاحنا بنقول ان انت عندك الكونديشن ده هنحطه في الرمز بتاع المعين. احنا اتفقنا ان الفلو تشارتنج انت بتاخد الستبس بتاعه الالجوريزم وتحولها لرموز. طيب الرمز بتاع الكونديشن ايه؟ احنا اتفقنا خلاص عرفنا ازاي المساله فيها شرط. طب الشرط ده هحطه فين؟ في الشكل بتاع المعين ده. بحط الكونديشن هنا واقول لو الكونديشن ترو اعمل الحاجات دي، لو فولس
اخرج على طول من البرنامج، ستوب واخرج على طول. يبقى دي في حالة ان انا عايز اعمل لو ترو هيحقق حاجات، لو مش ترو هيطلع من البرنامج. ماشي. طيب في حالة تانية انا عايزاه لو ترو ينفذ حاجات ولو فورس ينفذ حاجات، دي بسميها ايه؟ if then else. بمعنى ان انا بحط الكونديشن هنا واقول لو ترو روح نفذ لي البروسيس دي والبروسيس دي، ولو فولس روح نفذ لي دي ودي. يبقى كده هو لو ترو هيعمل حاجات، هينفذ العملية دي وينفذ العملية دي، ولو فولس هيروح ينفذ العملية دي وينفذ العملية دي. وفي كل الأحوال بعد ما يخلص دي أو يخلص دي، في كل الأحوال هو هيستوب البرنامج ويخرج. تمام. يبقى دي في حالة إلس هينفذ لي الشروط اللي كانت فوق. في حالة إلس هيطلع على طول، مفيش إلس، هو هيطلع على طول. لو تروح هيعمل حاجة، لو مش تروح هيطلع على طول. يبقى دي لو فولس هينزل يعمل ستوب على طول. في كل الأحوال الكونديشن بتحط في ايه؟ في الشكل ده. لازم تبقى عارف ان الكونديشن بتحط في الشكل ده. ماشي كده يا جماعة؟ يبقى الكونديشن بتحط الشكل المعين. طيب احنا كده عرفنا الكونديشن وعرفنا ان احنا بنطلع السهمين منه، واحد ترو وواحد فولس. اتفقنا؟ وقلنا الحاجة اللي بتطلع دي اسمها ايه؟ فلو لاين، عشان ما تتلخبطش في المصطلحات. طيب احنا عايزين نشوف برنامج، مش عايزين نبدأ بده الأول، خلينا نبدأ بحاجة سهلة. ماشي. انت عايز تشوف مجموع درجاتك وانت ناجح ولا لا. فبقولك المثال التاسع عندك في الكتاب، عايزك تكتب الجوريزم عشان يحول الجريد بتاعك، يقولك انت ناجح ولا مش ناجح. فبالتالي انت هتعمل ايه؟ هتقولك اول حاجة خالص start. خلاص انا استارتيت البرنامج، مفيش مشكلة. هو هنا خد بالك عايزك ترسم، تكتب الجوريزم الستيبس الاول وبعدين تبقى ترسم الفلو تشارت. طيب تعال ندور الاول في كتابة الالجوريزم. انت هتستارت اول خطوة، بعد كده هتاخد النمبر، وبعد كده لو النمبر دوت اكبر من 50 هتقول ان الجريد ان هو ناجح، لو غير كده هتقول ان هو ساقط. فانت بتقول انا اخدت النمبر اهو، لو النمبر اكبر من او يساوي 50، لو يس يبقى الجريد هو ناجح، لو نو يبقى الجريد هو مش ناجح. وفي كل الاحوال اطبع لي الجريد او عرض لي الجريد واطلع لي من البرنامج. يبقى احنا عرفنا يا جماعة الفلو تشارتنج في حالة الاف كونديشن انا بمثله ازاي. ازاي بمثله؟ اي مسألة كونديشن في الفلو تشارتنج بحط الشارت نفسه جوه المعين ده. طب انا الشرط اللي هحكم عليه في المسألة دي ايه؟ لو مجموع الدرجات اكبر من او يساوي 50، فبالتالي بقى اقول اهو لو النمبر اكبر من او يساوي 50 ده الشرط، فحطيته جوه المعين وبطلع منه فلو لاين. ده اسمه كده فلو لاين. اقول عليه لو يس اعمل كذا، او لو ترو اعمل كذا، سواء قلت له يس سواء قلت له ترو، ايا كان يعني مش هتفرق. ماشي. هنا سواء قلت له نو سواء قلت له فولس، ايا كان يعني مش هتفرق برضه. اكتب فولس الاخرها واكتب ترو الاخرها. وفي كل الاحوال قلنا هتطبع لي الجديد بتاعي ويعرضه. فده الستبس بتاعت الالجوريزم. ماشي. وديت الايه؟ الفلو تشارت. طيب نيجي لمثال تاني. المثال التاني بقى بيقول لك انت المره دي هتاخد الستودنت فاينل جريد وتشوف هما ناجحين ولا لا. طيب يعني ايه؟ بس المره دي هو مديك في المعطيات ان انت معاك 4 ماركس، 4 درجات. يعني طالب درجته مثلا في 4 مواد، وليكن مادتك في الفسيولوجي والاناتومي والهيستولوجي وما اعرفش ايه، عندك 4 مواد. فانت الانبوت بتاعك هيبقى ايه؟ سواء وانت بتكتب الالجوريزم الانبوت بتاعك الاربع درجات انا سميته M1 M2 M3 M4 او مارك 1 مارك 2 مارك 3 مارك 4 ايا كان براحتك. احنا اتفقنا ان دي حاجه اسمها فاريبل، يعني متغيرات. فالمتغير ده انت بتغير براحتك، مفيش مشكله في حاجه. تمام. اوكي. بالتالي يا سيدي انت الانبوت بتاعك هو M1 M2 M3 M4. طيب انت دخلت الاربع درجات، هو درجاتك هي اللي بتحكم ولا المتوسط بتاعها هو اللي بيحكم؟ المتوسط يا باشمهندس. طب المتوسط اللي هو الجريد هيبقى بايه؟ مجموع الدرجات على عددهم. انت لو عندك 5 مواد بتقسمهم على 5، عندك 6 مواد بتقسمهم على 6، مدياك معطى 4 مواد بتقسمهم على 4،
فعندك الدرجات بتاعتك على 4 هيطلع لك الجريد. يبقى حطيتها في مستطيل ليه؟ عشان دي البروسيس بتاعتي، دي العملية. ده حطيته في الشكل ده ليه؟ عشان ده الانبوت بتاعي. ده حطيته في الشكل ده ليه؟ عشان ده ستارت البرنامج بتاعي. طب خلاص يا باشمهندس، جبت الجريد، عايز اشوف انا ناجح ولا ساقط، هعمل ايه؟ هقول لك يا سيدي، لو الجريد بتاعك اكبر من 50 يبقى انت ناجح، لو اقل من 50 يبقى انت ساقط. فبالتالي انا جيت اهو قلت لك لو الجريد اصغر من 50، اصغر من 50، لو اصغر من 50 تبقى انت مش ناجح. طب لو مش اصغر، كلمة مش اصغر يعني اكبر، فلو الجريد مش اصغر من 50 يعني الجريد اكبر من 50 يبقى انت ناجح. وفي كل الاحوال سواء ساقط او ناجح انت كده كده هتنهي الايه البرنامج. اتفقنا؟ يبقى انت ممكن يجي لك برنامج زي ده في الفلوت شارتنج ويقول لك البرنامج ده، يعني يحط لك هنا نقط مثلا ويقول لك هو هيبرنت ايه، ويجيب لك اختيارات، اختار في الفرع ده هيبرنت ايه، تقول والله ده الجريد اصغر من 50، وهنا يس يعني الجريد اصغر من 50، يبقى اوتوماتيك يا باشمهندسة هيبرنت ان انا مش ناجح. لكن لو هنا ممكن يحط لك نقط في الام اس كيو ويقول لك ده ايه، هتقول برنت ان هو ناجح. ممكن يقول لك البرنامج ده كله، الفلوت شارت ده كله، اللي اوت بتاعه ايه، او الخارج بتاعه ايه، او هيطبع ايه، او هيعرض ايه، او بيعمل ايه. الكلام ده كله هندسة المنصورة، الناس بتوع الكليات اللي عندهم مادة الاي تي عموما. انت تفهم بس الكلام ده عشان تفهم يعني ايه فلوت شارتنج، تفهم يعني ايه مسائل نوع الكونديشن في الفلوت شارتنج. لكن موضوع الاسئلة والحاجات دي لازم ترجع فيه للدكتور بتاعك. طيب وانا كمان شرحالك هنا بالعربي عشان تتأكد ان انت فاهم الموضوع ده. اتفقنا؟ طيب نيجي لحاجة تانية، مثال تاني، وده رقم 7 في الشيت و21 عندك في الكتاب. هو عايزك يا سيدي ترسم فلوت شارت يشوف الرقم معين هيدخله لك بيقبل الاسم على 5 ولا لا. يعني ايه؟ يعني انت جالك حد يقول لك انا عندي بروبلم مش عارفه احلها، ان انت شوف لي يا باشمهندس الرقم، اي رقم هدخله لك في الدنيا بيقبل الاسم على 5 ولا لا، وانا مش عارف ومش عايز استعمل كالكوليتر. فبالتالي انت كشخص هتحل المشكله ازاي؟ حلو، هقول لك في الاول خالص هاكسبت النمبر الانبوت بتاعي، فسواء كتبت اكسبت او انبوت او ريد او اي حاجه احنا قلنا مش فارقه، ده فلوت شارت. هتقول اكسبت النمبر مثلا. طيب باش مهندسة، هو انا اعرف الرقم ده بيقبل الاسم على 5 ولا لا ازاي؟ الناس بقى اللي مش هندسة ركزوا معايا، انا عايز اعرف الرقم بيقبل الاسم على 5 ولا لا. طب بص يا سيدي، انت عندك حاجة اسمها باقي اسمه او خارج اسمه، بيترمز لها بالرمز ده، يبقى ده رمز الاسم، لكن ده رمز باقي الاسم. في فرق بين الاسم وفي فرق بين باقي الاسم. ايه الفرق بين الاسم وايه الفرق بين باقي الاسم؟ بص يا سيدي، انا لما اقسم 10 على 2 هتديني كام؟ 5، هتديني 5 اهو رقم صحيح، وباقي الاسم 0، مفيش باقي اسم عندي. يعني انا لما اقسم 10 على 2 خلاص هي 5 وباقي الاسم 0. لكن لما اقسم 11 على 2، يعني لو قسمت 11 على 2 هتديني كام؟ هتديني 5، بس باقي الاسم 1، صح كده؟ يبقى ده ناتج الاسم لكن ده باقي الاسم. فباقي الاسم في الفلوت شارتنج انا برمز له بالرمز ده، فاروح اقوله في الشارت بتاعي انا عايز اشوف رقم بيقبل الاسم على 5 ولا لا. فاروح اقوله لو باقي اسم النمبر ده، لو ان نمبر باقي اسمته على 5 بصفر، يعني لو جبت رقم زي 10 وباقي اسمته على 5، 10 على 5 ب2 وباقي الاسم بصفر، فلو باقي اسمة الرقم ده اللي هو وليكن 10 على 5 اداني صفر، لو باقي الاسم بصفر، لو ايوه يبقى الرقم فعلا بيقبل الاسم على 5، لو لا فالرقم ما بيقبلش الاسم على 5، واعمل لي ستوب في الاخر واخرج من البرنامج. اتفقنا؟ يبقى العلامة دي معناها ايه؟ معناها باقي اسمة مش اسمة. فلو باقي اسمة الرقم وليكن 10، بصوا 10 على 5 ب2 وباقي الاسم بصفر، فاحنا بنقول لو باقي الاسم بصفر يبقى بيقبل الاسم على 5، باقي الاسم بحاجة تانية يبقى ايه؟ مش بيقبل الاسم على 5. وليكن يا سيدي قلنا رقم 11، 11 على 5 بكام؟ ب2، والباقي 1، ف2
فبالتالي بقى قسمة الحداشر على الخمسة لا يساوي صفر، فطالما لا يساوي صفر يبقى تقول ان هو لا يقبل القسمة على خمسة وتطلع بره. فيها مشكلة كده؟ يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه condition، وعرفنا الكونديشن في الفلوت شارتنج بتمثل ازاي، ومش شرط انت هندسة بس، اي كلية تانية انت تقدر تستفيد من موضوع الاف كونديشن ان انت توصف اي مشكلة عندك، اي حاجة مشكلة ممكن تقابلك وعايز تديها الحل، يعمل لك بيها برنامج، زي انت عندك عيادة، عندك اي حاجة وعايز تعمل سيستم ليها، عايز تعمل برنامج كبير ليها يساعدك في الحاجات دي كلها، فانت تقدر الخطوة اللي انت هتروح لمهندس تقول له ايه، تقول له والله تقعد توصف له كل الحاجات اللي في دماغك دي، مش كلام منطقي، هيقول لك انت كده بتضيع لي وقت. فبالتالي انت لما تكون دارس فلوت شارت هتقدر توصف المشكله بشكل رموز وفي شكل كونديشن، وتعمل له الكونديشن وتقوم تديله انت بقى الورقه دي، تقول له والله يا باشمهندس بعد اذنك انت عندك الورقه دي وانا مش هتكلم، انت فاهم كده انا عايزه ايه او انا عايز ايه، ولو سمحتي اعملي البرنامج الفلاني اللي يفيدني في العياده بتاعتي، او انت في صيدليه، ايا كان بقى الحاجه اللي انت عايزها، هتدي المهندس الفلوت شارت ده، والمهندس هي اوتوماتيك، هو بقى كشخص دارس بروجرامنج بقى او ديفلوبر او حاجه من الحاجات دي، اوتوماتيك هياخد الورقه دي، مش هيتكلم معاك، هو فاهم كل حاجه خلاص، اوتوماتيك هيروح يكتب هو بقى البرنامج بلغه السي او بلغه البايثون او اي لغه في البلاي ليست اللي هنا دي، ولكن احنا عندنا دلوقتي هندسه بندرس لغه السي، فخلاص هيقوم واخد الفلوت شارت ده ومحول لغه السي وحطه على الكمبيوتر، الكمبيوتر هيعمله خلاص، هيحوله على طول اوتوماتيك للاصفار والوحايد، الكمبيوتر يقدر يطلع لك في الاخر ايه الخارج اللي انت عايزه. فبالتالي يجي يقول لك يا دكتور ادي السورس كود اهو، الكود اللي انت هتشتغل عليه اهو، وادي الخارج اهو، والبرنامج بمجرد ما هتضغط على زرار واحد اللي هو رن هيعمل لك كل اللي انت بتتمناه، كل اللي انت عايزه. اتفقنا؟ يبقى عرفنا ليه سواء هندسه سواء صيدله سواء اسنان سواء طب سواء اي حد ليه بيدرس فلوت شارتنج، ليه حتى الاطفال دلوقتي سواء في المدارس سواء في برايمري او في اي حاجه تانية بيدرسوا الفلوت شارتنج، عشان هو حاجه مهمه جدا لتوصيف اي مشكله. تمام. طيب اوكي، احنا كده عرفنا مسائل الشيت في الجزء ده. طيب نيجي بقى لمثال مهم جدا والناس بتتلخبط فيه، اللي انا عايزه اشوف انهي اكبر من ثلاث ارقام، انا عندي رقم A وعندي رقم B وعندي رقم C، وعايزه اشوف انهي اكبر، انا مديك اي ثلاث ارقام ومش عارف اكبر واحد فيهم. طيب انت هتحكم ازاي كمهندس وهتقدر ازاي تطلع اكبر رقم فيهم؟ مفروض ان انا عشان اعرف انهي اكبر رقم من الثلاثة هاخد اول رقمين اقارنهم ببعض، وبعد كده الاكبر فيهم اروح اقارنه بالرقم التالي، فهبدأ اشوف لو الاي اكبر من البي، لو اول رقم اكبر من التاني رقم هاخد، يعني لو الاي اكبر من البي يبقى كده اكبر واحد فيهم ايه اللي هو الاي، لو يس هروح اقارن اللي هو الاكبر فيهم اللي هو الاي بتالت رقم اللي هو السي. طب لو لقيت كمان الاولاني فعلا اهو اكبر من تالت رقم، لو ايوه يبقى بالتالي هبرنت ان الاي هو اكبر رقم فيهم، يبقى انا كده فعلا عندي الاي الماكسيمم فيهم، لو لا هنشوف هنعمل ايه، وفي كل الاحوال في الاخر خالص انت هتطلع من البرنامج. طيب تعالى نمثلها بارقام عاديه عشان تبقى انت فاهم. بص يا سيدي، انت دلوقتي عايز تجيب اكبر رقم من ثلاث ارقام. طيب عشان نجيب اكبر رقم، انا فرضا همثل لك ارقام من دماغي كده عشان تفهم البرنامج قبل ما تكتبه، انا هحط لك 7 و6 و5 مثلا، واقول لك ان ده الرقم الاولاني وليكن ايه مثلا، وده الرقم الثاني اللي هو ال6 وليكن بي، وده الرقم الثالث وليكن سي. 7 و6 و5 احنا قلنا ايه، هتاخد الاي والبي اول رقمين تقارنهم ببعض اللي هو ال7 و6. طب حلو يا باشمهندس، ال7 اكبر ولا ال6؟ ما هو الكمبيوتر زي ما احنا قلنا ما بيفهمش، كمبيوتر طفل صغير انت بتعلمه يمشي خطوة بخطوة من الاول زي ما انا كبالكوا في الورق، فبالتالي انت لازم تقوله طب خلاص هو كمبيوتر ادي السبعة وادي الستة، السبعة طلعت اكبر من الستة؟ اه يا باش مهندس. طب لو يس يبقى على طول الرقم سبعة ده هو الاكبر بالنسبة للرقم التاني، يبقى انا قارنت الرقم الاولاني اللي هو السبعة بالرقم التاني اللي هو الست،
السبعة أكبر من الستة، يبقى ال largest number لحد دلوقتي في الرقمين هو السبعة. تمام كده؟ لازم بعدها أروح أعمل عملية مقارنة تانية بالرقم التالت اللي هو الخمسة. طب أنا خلاص عندي أول أكبر رقم من الرقمين هو السبعة، فأروح أقارن السبعة بالخمسة. طب هل السبعة أكبر ولا الخمسة؟ السبعة كمان أكبر من الخمسة، يبقى كده السبعة أكبر من الستة وأكبر من الخمسة. يبقى كده هيبقى عن الرقم الأولاني اللي هو السبعة هو الإيه؟ هو ال largest، هو الأكبر عندي. اتفقنا؟ دي كده كانت أول حالة في ال flow charting، يعني عشان بس انت تبقى متابع معايا انا بعمل flow charting ازاي. اهو بروح اقول لو ال A اكبر من ال B، لو اول رقم اكبر من تاني رقم يبقى لو yes هاخد الاكبر اهو اللي هو ال A، اقارنه بالرقم التالي واحطه في condition تاني. ما هو كلمة اي لو تتحط في condition، فلو الرقم فعلا اهو ال A اكبر كمان من الرقم التالت، لو yes هنعمل ايه؟ هنبرنت ان الرقم الاولاني فعلا هو ال largest. اتفقنا؟ طب لو نو هنشوف. طب اصلا لو الاي ما كانتش اكبر من البي، لو نو هنروح نقارن البي والسي. طب لو البي اكبر من السي، لو يس هيطبع ايه، لو نو هيطبع ايه. لازم تفرض ارقام بينك وبين نفسك زي ما انا فرضت معاك رقم، يعني انا فرضت معاك رقم الاي كان اكبر من البي والاي كان اكبر من السي، فيس ويس، فبالتالي فعلا طلعت النتيجة دي. انت ممكن تفرض مع نفسك رقم يكون الاي اكبر من البي، يعني وليكن سبعة وستة، بس في نفس الوقت يكون الشرط ده نو، يعني يكون الـ A مش أكبر من الـ C، يعني من الآخر الـ A تكون أصغر من الـ C، فتشوف رقم الـ A يكون أصغر من تالت رقم، يعني أول رقم يكون أصغر من تالت رقم، فبالتالي هتلاقي إن النتيجة دي هي اللي طالعالك. ممكن تروح تفرض برضو تلات أرقام تانيين، بحيث يكون أنا عايزة أفرض تفرض حاجة تديك نو. فتفرض رقم ال A ما يكونش أكبر من ال B، يعني تفرض رقم ال A يكون أصغر من ال B، يعني وليكن 3 و 4، فال A هتكون أصغر من ال B، فتروح تشوف هل ال A أكبر من ال B؟ No، فهتمشي في البرانش ده، وتروح تفرض رقم ال B أكبر من ال C، فتروح يس فعلا ال B هيبقى أكبر من ال C، فهيديك الناتج ده، فهكذا. أنت كل برانش من الأربعة دول عايز تتأكد منه بفرض أرقام، يبقى تروح تفرض الشرطين اللي بيوصلوا له، يعني أنا عشان أوصل لده فرضت الشرط ده وفرضت الشرط ده، طب عشان اوصل للنو هنا فرضت الشرط ده وفرضت عكس الشرط ده عشان هو نو، طب هنا يا جماعه فرضت عكس الشرط ده عشان يديني نو وفرضت الشرط ده عشان يديني يس، طب هنا يا جماعه في الفرع ده فرضت النو والنو. تعالوا نشوف فرع تاني برقم تاني عشان تبقى واضحه معايا. طيب انا هفرض الرقم الاولاني باربعة والرقم التاني بخمسة والرقم الثالث بثلاثة. طيب هروح اشوف، ما هو احنا متفقين ان ده الـ A وده الـ B وده الـ C. طيب هل الـ A اكبر من الـ B؟ هل الاربعة اكبر من الخمسة؟ الاربعة يا جماعة اكبر من الخمسة؟ نو. طب اروح اشوف الاربعة اكبر من الخمسة، الـ A اكبر من الـ B، الاربعة اكبر من الخمسة؟ نو. يبقى انا بداية كده رحت للبرانش بتاع نو، يبقى انا اول حاجة انا هضطر امشي كده خلاص. طيب اروح اشوف بقى ايه، خلاص هي الاربعة مش اكبر من الخمسة، طب اروح اشوف اقارن بقى بالرقم التالت كده، الاربعة مش اكبر من الخمسة، الاربعة مش اكبر من الخمسة، يبقى الكبير فيهم ايه؟ الخمسة، فاروح اقارن الخمسة بالرقم التالت، اشوف بقى الخمسة هل هي اكبر من الرقم التالت ولا لا، فانا هطلع اشوف هل الخمسة اكبر من الرقم التالت ولا لا. طب هل الخمسة اهو اللي هو الرقم التاني اكبر من الرقم التالت؟ الخمسة أكبر من الرقم التالت، يعني يس. طب أنزل أشوف البرانش بتاع يس، يبقى هقول له فعلا الخمسة أكبر من الرقم التالت اللي هو تلاتة. طب حلو، الخمسة أكبر من تلاتة يس، يبقى هنزل في البرانش بتاع يس وأطبع بي، يبقى فعلا بي اللي هو خمسة هو الـ largest number في حالة الأرقام اللي فرضاها دي. اتفقنا؟ يبقى يا سيدي الخمسة فعلا هو الـ largest number. يبقى احنا عرفنا ازاي في flow charting بنفهم الكمبيوتر ازاي يعرف انهي اكبر رقم وانهي اصغر رقم، ازاي ما ندخله برنامج هو بيعرف الرقم الكبير ويعرف الرقم الصغير والحاجات دي كلها. انت لو مش فاهم الكلام ده
لو مش فاهم يعني انت ايه الهدف ان انت تدرس مادة زي الاي تي؟ الهدف ان انت تعرف الكمبيوتر بيشتغل ازاي، الكمبيوتر بيفهم ازاي، وان انت ما تدخل حاجة للكالكوليتر بتفهمها ازاي. طب انت ما تدخل حاجة للبرنامج ازاي؟ بمجرد ما يتعمل، ما تضغط على زرار واحد اسمه رن، يقوم مطلع لك خارج. هو يا جماعة ده مش سحر ولا شعوذة، الكلام ده كله عشان انت بتترجمه لغة الكمبيوتر. طب ازاي انت تترجمه ببساطة لغة الكمبيوتر؟ ده انت كدكتور او كمهندس او كأي وظيفة ربنا خلقها في الدنيا لازم تكون عارف الكلام ده. لو انت مش فاهمه، هيجي اي طفل صغير بعد كده قدام، احنا دلوقتي في عصر تطور تكنولوجي، هيجي اي طفل صغير قدام يقول لك عمو هو انت ازاي مش عارف الكمبيوتر بيشتغل ازاي؟ هو انت ازاي مش عارف تدخل الارقام دي؟ فأي طفل صغير بعد كده يقدر يضحك عليك. فلازم انت كدكتور او كمهندس لازم تكون فاهم الكلام ده، كنت فاهم الكمبيوتر بيمشي ازاي، والفلو تشارتنج بيمشي ازاي، والبروجرام بعد كده بيمشي ازاي. انت حبيت مادة البرمجة لو انت مجال تاني، وبعد ما فهمت الفلو تشارت عايز تعمل بقى كود فعلا تكتبه والكمبيوتر ينفذه، تقدر تتابع البلاي ليست بتاع لغة السي، تمام؟ شارحين فيها برضو من الاول. طيب انت دلوقتي يا سيدي، هذا برضو برنامج بيقولك انا عايز اشوف اقل رقم من 3 ارقام. طيب انت ازاي هتعرف اقل رقم من 3 ارقام؟ هقولك عادي، دخل الرقم الاولاني ودخل الرقم الثاني ودخل الرقم الثالث، وزي ما قلت لك انت ممكن تسميها، انا مسميها هنا ان نمبر 1 ان نمبر 2 ان نمبر 3، انت ممكن تسميها نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، ممكن تسميها ان 1 ان 2 ان 3، انت حر، هي مش هتفرق معايا. نفس اللي عملناه في ان احنا عشان نوصل لانهي رقم اكبر من الثلاثة، هو نفس اللي هنعمله عشان نوصل لانهي رقم اصغر من الثلاثة. فبالتالي هنروح نقارن برضو اول رقمين ببعض، لو يس هنعمل كذا، لو نو هنعمل كذا، وبعدين ناخد الاصغر فيهم نقارنه بالرقم الثالث ونشوف لو يس هنعمل كذا، لو نو هنعمل كذا. فبالتالي انا هروح اقول الرقم الاولاني اهو، لو هو اصغر من الرقم الثاني، لو يس يبقى احنا لحد دلوقتي عندنا ان الرقم الاولاني هو الصغير، ما انا بقارن الرقم الاولاني بالرقم الثاني. فلو الاول اصغر من الرقم الثاني يبقى الصغير خالص هو لحد دلوقتي الرقم الاول، لو لا نروح نشوف. طيب لو هنا نرجع بعدها نقارن بالرقم الثالث، لو يس يبقى الرقم الثالث هو الصغير، لو لا يبقى هنقول ان ده الاصغر. فيها مشكلة؟ نفس الفكرة بتاع البرنامج الكبير اللي هو أكبر رقم من الثلاثة، هي نفس فكرة أصغر رقم من الثلاثة. وده سؤال رقم 16 في الشيت هندسة المنصورة، أوكي؟ سواء إعدادي عام أو برامج، سواء بي إم إيه أو ميكاترونكس أو سي أي إيه، أي حاجة من الحاجات دي نفس المنهج، بنفس مسائل الشيت، بنفس كل حاجة، اتفقنا؟ طيب ده يا سيدي أهو المثال بالعربي لو أنت عايز تفهمه، ولو انت عايز تكتبه بشكل تاني ممكن نكتبه بشكل تاني. طب هنا كان عايز يحسب اكبر رقم من رقمين، ما هو بنفس الوضع بس هنا هيبقى اسهل شوية. هنقول الرقم الاولاني لو اكبر من الرقم التاني على طول، يعني المرة دي انت بتقارن رقمين ببعض، وليكن مثلا 7 و6، ده سميته في واحد value واحد مثلا، وده سميته في 2 value 2، وعايز اشوف لو الفاليو واحد اكبر من الفاليو 2، يبقى طبيعي ان الماكسيمم على طول هو الفاليو واحد، ما انت اصلا مش بتقارن 3 ارقام المره دي، انت بتقارن رقمين بس. فلو عندك السبعة اكبر من الستة يبقى الفاليو واحد اكبر من الفاليو 2، يبقى على طول الماكسيمم نمبر هي السبعة. طيب لو غير كده، لو لا يبقى خلاص ما انت ما قدامكش غير اوبشنين، يا ده اكبر يا ده اكبر، انت بتقارن رقمين بس. فبالتالي لو السبعة مش اكبر من الستة، لو نو يبقى خلاص، يبقى معروف ان الفاليو التانية هي الاكبر. يعني مثلا لو كنا قلنا 3 و4 وقلنا ان دي هي الـ A ودي هي الـ B، طب هل التلاتة اكبر من الاربعة؟ نو. طب خلاص ما هو معروف ان الـ value 2 اللي هي الاربعة هي الـ maximum number، وفي كل الاحوال سواء دي او سواء دي نفس السهم هي ايه، هتبرنت الماكس في كل الاحوال، انت هتبرنت الماكسيمم فاليو، هتطبع الماكسيمم فاليو، فسواء كتبت برنت سواء كتبت display سواء كتبت output، زي ما احنا قلنا اي كلمة indicate ان انت بتطلع الخارج بتاعك. اتفقنا كده يا جماعة؟ دي كلها حاجات مهمة. طيب انت كده فاضل عندك ايه؟
انت كده خلاص عرفت البرنامج اللي بيجيب maximum of two numbers، عرفت البرنامج اللي بيجيب largest of three numbers، وعرفت رقمه في الشيت ورقم ال examples اللي في الكتاب. كده حليت كل مسائل الشيت والكتاب بتاع الجزء الخاص بال if condition. اهو عرفت ده، هل الرقم بيقبل اسم ولا لأ، الرقم بيقبل اسم على 5 ولا لأ، الأربع درجات وتعرف منهم انت نجح ولا لأ. دي كل المسائل اللي ممكن تقابل أي حد. عرفت يعني ايه condition، عرفت يعني ايه if، يعني ايه if then، يعني في if else، الحاجات دي كلها. عرفت يعني ايه تعمل condition لو true تعمل حاجات معينة، تنفذ عمليات، لو false تطلع بره على طول ما تعملش أي حاجة توقف تنفيذ. طب باش مهندسة لأ، أنا عايز لو true ينفذ conditions، ينفذ عمليات معينة، ولو false ينفذ حاجة معينة، وفي كل الأحوال يطلع في الآخر. فدي حالتين، في حالة else والحالة اللي فوق. انت كده عرفت الفرق ما بينهم وعرفت أمثلة عليهم، فاضل ان احنا نحل MCQ عليهم. بس احنا دلوقتي مش هنبدأ نحل MCQ غير ما انت فعلا تكون ذاكرت الكلام ده، والدنيا بالنسبة لك تكون واضحة وتكون كويسة، وما يكونش عندك اي مشكلة. فشد حيلك، ذاكر الجزء اللي احنا قلناه كويس قوي، وبعد ما تذاكره وتأكد ان انت فهمته وان الدنيا بالنسبة لك تمام، هتجيلي خلاص هتكتب على الجروب بتاع هندسة، هندسة المنصورة، ونقول يا جماعة انتوا كده خلاص الدنيا تمام، نعمل لايف نشوف فيه الأسئلة وإيه ونحلها سوا. بس أهم حاجة ان انت ذاكر كويس، أي حاجة واقفة عليك كلمني في أي وقت، أي حد خاص بأي حاجة غير كلية هندسة برضو اكيد انت معاك الارقام بتاعتي ومعاك الكلام ده كله، كونتاكت مي اي وقت، وان شاء الله الدنيا تبقى معاكوا تمام. وفي اي حاجه مش فاهمينها، يعني سواء انا مش بديكوا او اي حاجه، ممكن عادي نعملها فيديو بسيط على الشانل، بحيث الدنيا بالنسبه لكم تكون واضحه، ونقدر نساعد اي حد محتاج مساعده. وشدوا حيلكم ان شاء الله، اشوفكم على خير الفيديو الجاي بتاع اللوبينج.